صدر عن صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر تعميم بشأن عطلة العيد الوطني المجيد لمملكة البحرين والذكرى 19 لتسلم جلالة الملك المفدى مقاليد الحكم. جاء فيه أنه تعطل جميع الوزارات والأجهزة الحكومية بالمملكة وهيئاتها ومؤسساتها العامة يومي الأحد والاثنين الموافقين للسادس عشر والسابع عشر من شهر ديسمبر 2018.